السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج سايب كات تحليل إنشائي. طيب ممكن تيجي هنا تقول له أنا عايز أرسم وول ديفاين وول، وتبدأ تعرف الوول اللي أنت عايزها من الدور الكام لحد الدور الكام، وأكسبت وتبدأ ترسم الوول اللي أنت عايزها. ده هيخليك ترسم بزاوية 90، وده هيوريك الكوردينيشن وأنت شغال. ممكن نرسم برضو وول كده في النص. طيب عايز ابدا ارسم السلاب، هقول له سلاب واقول له بانل مانجر، وابدا اختار هل هي فلات سلاب ولا وافل ولا هولو، ولو هولو هيبقى انهي الشكل. اكسب، وبعد كده ببدا اختار المكان اللي هحط فيه، وبعد كده الدايركشن بتاعي بالشكل دوت. وتقدر من جروب تقول له انا عايز اضيف معلومات مثلا زي سيكشن كده، تمام. ممكن اقول له انا عايز احط الدايمنشن، فيبدأ يحط لك الدايمنشن بالشكل دوت. او ممكن تقول له انا عايز سيكشن كات لاين، فيبدأ من بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز احمل اللود الاحمال اهوت، ممكن تجيبها من هنا سواء بوينت او لاين او سيرفيس، وتبدأ ان انت تحط الاحمال زي ما انت عايز.